تعالوا دلوقتي مشاهدينا الكرام نروح لخبر تاني متعلق بالآثار. مشروع جديد مشترك الحقيقة بيعمل عليه خبراء من مصر ومن الصين من أجل دراسة ورقمنة الآثار المصرية، على أن يتم نشر النتائج النهائية للأبحاث باللغات الصينية واللغة العربية واللغة الإنجليزية أيضا. هذا المشروع مشروع مهم، وهو مكون من خبراء من جامعة شنغهاي في الصين والمجلس الأعلى للآثار في مصر. الباحث صاحب فكرة هذا البحث هو باحث صيني، وأشار إلى ضرورة استخدام أكبر عدد ممكن من الأدوات التكنولوجية المتاحة من أجل إجراء تحليل متعمق للأثار الثقافية. خلينا نعرف مزيد من التفاصيل عبر الهاتف من خلال انضمام الدكتور خالد سعد الخبير الأثري معنا. صباح الخير على حضرتك يا دكتور خالد. صباح النور يا أستاذ باسم، الحمد لله. اهلا بحضرتك. صباح الفل يا دكتور خالد، يعني اكيد تابعت معانا الخبر، عايزين نعرف اهميه هذا المشروع المشترك بين مصر وبين الصين، وقد ايه هيساعد على مواصله الثقافه المشتركه وايضا التواصل مع الحضارات. طبعا هو الهدف من المشروع ان يتم تحويل جميع البيانات الخاصه بالبعثات الاجنبيه وبالداتا بتاعت الآثار وبتسجيل القطع الأثرية وتصوير القطع الأثرية ومقاساتها وحجمها وكل ما يتصل بعلوم الآثار، تحولها إلى مواد يعني مدمجة بتتعامل معاها بطريقة تكنولوجية حديثة. على سبيل المثال، مثلا احنا لو عندنا مجموعة من البعثات الأجنبية، حضرتك بتستخدمي كم كبير جدا من الأدوات التكنولوجية، وبعدين بتحطي كل هذه الداتا أثناء عمل البعثة على سيرفر أو على جهاز كمبيوتر، وبيتم عمل أناليسيز أو تحليل لهذه البيانات، بحيث أن ده بيسهل على الدارس عملية تحليل البيانات وعمل المقارنات ووجود المتشابهات ووجود المختلفات وكيفية الترميم وكيفية أحجام القطع وخلافه. كل ده ما يسمى تحت مشروع رقمنة الآثار. طيب هل إحنا بنبدأ من الصفر في النقطة دي يا دكتور خالد؟ عندي هذا التساؤل، لأن أنا عارف أن كان في مركز مهم ومازال موجود وبيقوم بنشاط هايل جدا الحقيقة، اللي هو كالتنيت في القرية الذكية أو مركز توثيق التراث الحضاري والبيئي، وصحيح هو مش مخصوص فقط بالآثار المصرية القديمة، ولكن بيشتغل على عدة حضارات مختلفة وعدة أيضا أنواع من التراث المختلفة. لا، هو الكالتنيت اللي هو مركز توثيق التراث الطبيعي والحضاري، ده معني بتوثيق التراث اللامادي، يعني توثيق التراث الخاص مثلا بالازياء، بالموسيقى، بالفنون الشعبيه، يعني ملوش علاقه بالاثار الفعليه، لكن احنا بنتكلم على الاثار وعلوم الاثار. والاثار دي مثلا احنا عدد المواقع الاثريه اللي عندنا كم موقع اثري لازم يبقى مدمج. كل بعثة لازم تستخدم مجموعة من الأجهزة متشابهة زي التوتال ستيشن والجي بي اس والانستجرام، وإحداثيات المنطقة اللي بتشتغل فيها لازم كل ده يبقى يتحول إلى رقمنة، عشان متخذ القرار هنا يبقى عنده نوع من أنواع سهولة جمع البيانات، كمية كبيرة جدا من البيانات في وقت محدود جدا. طب دكتور خالد، يعني قبل قليل ذكرت ان الدارس هو من يستفيد بهذه الامور وهذه البيانات والتدقيق والتعمق فيها. لا هل لا يمكن لا للشخص العادي ان يستفيد منها ويعرف المواقع ويعرف التفاصيل اذا كان مطلع ومحب لهذه الحضارات؟ طبعا طبعا. احنا يعني انت حضرتك دلوقتي لما تخش مثلا متحف الحضارة بتلاقي فيه رقمنة للاثار، يعني احيانا يتم عرض القطع الأثرية على تابلت، وحضرتك أسلوب عرض القطع الأثرية بيبقى أسلوب مختلف وعالي، يعني تقدري تعملي نوع من أنواع التصور لكيفية صناعة القطعة، تدي بيانات عن كيفية استخدامها، تدي بيانات عن الفترة الزمنية بتاعتها، إذا كانت القطعة دي لها فترة زمنية بعيدة جدا تقدري تدي بيانات عن السلالة البشرية اللي أنتجت هذه. كل ده تكنولوجيا معلومات خاصة برقمنة الآثار. طيب يمكن احنا بقى عندنا أجهزة خاصة بتكنولوجيا علوم الآثار. حضرتك لما بتيجي تشتغل في موقع بترفع الموقع مساحيا ازاي، بيوضع على خريطة مساحية ازاي، أبعاد الموقع بتتم ازاي،
المساحات بتاعه الحفر في الارض بتتم ازاي، كل دي يعني كل التفاصيل طرق معقده جدا. طيب القاعده البيانات اللي حضرتك بتتحدث عليها، يعني من خلال جمع هذا الكم الكبير من المعلومات وتحويله الى معلومات رقميه، امر مهم لان ممكن يبقى ليه استخدامات كثيره عديده يا دكتور خالد مستقبلا، حتى ان احنا ممكن يساعدنا ازاي في ان احنا نعرف مزيد من التفاصيل عن حضارتنا المصريه القديمه، اكتشاف المزيد من السحر الخاص بها، وتمهيد ايضا لاستخدام تطبيقات الاي اي الذكاء الاصطناعي على هذه المعلومات. طبعا هو دكتور هشام الشريف ربنا يكرمه، الايام ما كان ماسك مركز المعلومات مجلس الوزراء كان بيقول اي كائن حي راسه مركز المعلومات. فانت حضرتك عشان تبقى هيئه قويه او تبقى، احنا المفترض ان وزاره الاثار او وزاره السياحه والاثار ده جهه علميه، جهه بتطلع علم، مش بس ان هي بتطلع اثار. حضرتك انك يكون عندك قاعده علميه دقيقه ومنضبطه على جميع المواقع الاثريه في مصر وعلى جميع القطع الاثريه في مصر وعلى جميع المتاحف في مصر، ده مش سهل بالتأكيد، وقت وجهد كبير يعني مجهود محترم جدا، واحنا يعني سعداء بهذا التعاون المشترك، وان شاء الله بنرى ثماره في القريب العاجل، بيزود يعني بيخلي عندنا المزيد والمزيد من المعلومات ونعرف المزيد من التفاصيل عن حضارتنا المصريه القديمه. كل الشكر لحضرتك الدكتور خالد سعد الخبير الاثري على وجودك معنا عبر الهاتف.